أما الشرط السادس من شروط الاستشفاء بالتربة الحسينية تسمية الداء عند أكلها. لاحظوا في روايات متعددة تلوتها على مسامعكم الطيبة أن الإمام يقول في ذيل الدعاء سلام الله عليه لا يكتفي بقراءة الدعاء، بل إنما يقول وافعل بي كذا وكذا أو شفاء من داء كذا وكذا، يعني تذكر اسم الداء والعلة. قد واحد يستشفي ويقرأ الدعاء ولكن بدون أن يسمي الداء، ينبغي تسمية الداء. في رواية يرويها كامل الزيارات عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تناول أحدكم من طين قبر الحسين فليقل اللهم إني أسألك بحق الملك الذي تناوله والرسول الذي بوأه والوصي الذي ضمن فيه أن تجعله شفاء من كل داء كذا وكذا، ثم يقول الإمام وتسمي ذلك الداء، يعني تذكر هذا الداء وهذه العلة وهذا المرض حتى ينصرف الاستشفاء بهذه التربة لذلك الداء. فليكن أكثر من داء، اذكر داءين ثلاثة، لكن سمي هذه الأمراض وهذه الأسقام عند الاستشفاء بتربة الإمام الحسين صلوات الله عليه. والشرط السابع أن يشترط في من يأخذ هذا التراب من القبر شرائط متعددة. أكو صلاة، يوجد صلاة خاصة لتناول هذه التربة المقدسة، كما أنه ينبغي قراءة بعض السور حتى يتناول الإنسان هذه التربة من القبر الشريف، فإذا لها آداب. ثم ينبغي حفظها، وإلا في من الشياطين من الجن وكفرة الجن من يبطل مفعول هذه التربة بأن يمسوها فيزيل البركة منها. لا تتصور أن هذه التربة لو بقيت كما هي لشفى منها كل إنسان، ولكن يوجد أعداء من الجن كفرة الجن والشياطين يحاولون منذ أخذها أن يمسوها فيبطلوا بركتها، وهذا الكلام وارد في روايات أهل البيت. سأتلو بعض هذه الروايات في كامل الزيارات عن الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت بمكة وذكر في حديثه قلت جعلت فداك. يسأل الإمام الصادق إني رأيت أصحابنا يأخذون من طين الحسين يستشفون به، هل في ذلك شيء مما يقولون من الشفاء؟ قال يستشفى بما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال، ثم يذكر تفاصيل الرواية ثم يقول وإنما يفسد هذه التربة ما يخالطها من
أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالج بها. إذا واحد ما يعتقد، هذا اللي أخذها غير معتقد غير مستيقن بالشفاء في هذه التربة، فإنه يبطل مفعول هذه التربة، لا تكون التربة تلك التربة المخصوصة للشفاء، يذهب معجزة الشفاء من هذه التربة. لذلك الذي يأخذ هذه التربة يجب أن يكون مؤمنا مواليا معتقدا بالإمام الحسين وبهذه التربة وأنها تربة الشفاء. فأما من أيقن أنها لا له شفاء إذا تعالج بها كفته بإذن الله من غيرها مما يتعالج به ويفسدها. الإمام الصادق يقول ويفسد هذه التربة الحسينية تربة الشفاء ويبطل مفعول الشفاء فيها ويفسدها الشياطين والجن من أهل الكفر، منهم يتمسحون بها، يتمسحون بهذه التربة حتى يبطلوا مفعولها، كما أن الحجر الأسود حينما تمسح به أهل الكفر والنفاق انقلب من لونه الأبيض إلى الأسود، كذلك التربة الحسينية يفسدها كما يقول الإمام الصادق ويفسدها الشياطين والجن من أهل الكفر، منهم من يتمسحون بها وما تمر بشيء إلا شمها، وأما الشياطين وكفار الجن فإنهم يحسدون ابن آدم عليها، يحسدوننا على هذه التربة فيتمسحون بها. من شياطين الجن والكفار من الجن يتمسحون بها، فيتمسحون بها كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، فيذهب عامة طيبها، الطيب والشفاء يذهب، ولا يخرج الطين من الحير إلا وقد استعد له ما لا يحصى منهم من الشياطين بالمئات بل بالألوف بل أكثر من ذلك، يأتون حتى يتمسحون بهذه التربة قبل أن يستشفي بها المؤمن. فلذلك ينبغي عند أخذها أن تحرز في مكان ويمنع الأنظار ويمنع هؤلاء من أن يمسوها، بأن يحفظها في مكان وفي حرز عظيم. يقول ولا يخرج الطين من الحير إلا وقد استعد له ما لا يحصى منهم، والله إنها لفي يدي صاحبها وهم يتمسحون بها. الشخص ما أخذ التربة وهم يأتون الشياطين يتمسحون بهذه التربة حتى يبطلوا ويذهبوا طيبها وشفاءها، ولا يقدرون مع الملائكة أن يدخلوا الحير، لأن الملائكة تحف بهذه البقعة الطاهرة فلا يتمكنون من الدخول، فينتظرون من يدخل من المؤمنين ويأخذ من هذا التراب حتى يتمسحون بها. ولو كان من التربة شيء يسلم، يعني من مس هؤلاء الشياطين والكفار من الجن، ما عولج به أحد إلا برأ من ساعته. يستحيل شخص أخذ من هذه التربة دون أن يبطل مفعولها وشفاؤها وطيبها بتمسح كفار الجن والشياطين إلا وكانت الشفاء الكامل، إلا وكان فيها الدواء الأكبر.
ولكن المشكلة هو ما يتعرض له تراب الحسين من شياطين الجن والكفار الجن. فإذا أخذتها فاكتمها، الإمام الصادق يقول إذا أخذت هذه التربة اكتمها فاكتمها، وأكثر عليها ذكر الله جل وعز. وقد بلغني أن بعض من يأخذ من التربة شيئا يستخف بها، فلذلك هذا يبطل أثرها، يستخف به، حتى أن بعضهم ليطرحها في مخلات الإبل، الإناء الذي يوضع فيه طعام الإبل يضعها في هذا المكان، والبغل، مخلات البغل والحمار، أو في وعاء الطعام وما يمسح به الأيدي من الطعام والخرج والجوالق، فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده؟ هذا الذي لا يقدس هذه التربة، يضعها في على الأرض، يضعها على في إناء الطعام، سواء طعامه أو طعام الحيوانات، هذا تحقير، هذا إهانة، هذا مخالف لشروط الاستشفاء بالتربة الحسينية. يجب أن تحفظها في مكان مقدس، مكان كريم، مكان عظيم بمقدار هذه التربة، يجب أن تحفظها في مكان يليق بها، كما تحفظ القرآن وتقدسه. لذلك الفقهاء يفتون إذا سقطت التربة الحسينية فكيف بالتربة القبر الشريف؟ إلى بيت الخلاء يجب أن يطم ولا يستخدم قداسة هذه التربة. يقول فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده؟ ولكن القلب الذي ليس فيه اليقين من المستخف بما فيه صلاحه يفسد عليه عمله. فإذا الشرط السابع من شروط الاستشفاء بهذه التربة أن تكون عملية الأخذ تتوفر بهذه الشرائط: اليقين والحفظ والمنع من أن يمسها شياطين الجن وكفار الجن، بالإضافة إلى قراءة ما ورد، فقد ورد عنهم عليهم السلام كما في كامل الزيارات عن أبي حمزة الثمالي قال الصادق عليه السلام: إذا أردت حمل طين، حمل الطين طين قبر الحسين، تريد أن تأخذ من القبر شيئا من طين الحسين للاستشفاء، فاقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وإنا أنزلناه في ليلة القدر وياسين وآية الكرسي. كل هذه السور يجب أن تقرأها قبل أن تتناول من طين قبر الحسين، وتقول: اللهم بحق محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك وأمينك، وبحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك، وبحق فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك، وبحق الحسن والحسين، وبحق الأئمة الراشدين، وبحق هذه التربة، وبحق الملك الموكل بها، وبحق الوصي الذي هو فيها، وبحق الجسد الذي تضمنت، وبحق الصبط الذي ضمنت، وبحق جميع ملائكتك وأنبيائك ورسلك، صل على محمد وآله، واجعل هذا الطين شفاء لي ولمن يستشفي به من كل داء وسقم ومرض، وأمانا من كل خوف. اللهم بحق محمد وأهل بيته
اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم وآفة وعاهة وجميع الأوجاع كلها، إنك على كل شيء قدير. وتقول: اللهم رب هذه التربة المباركة الميمونة والملك الذي هبط بها والوصي الذي هو فيها، صل على محمد وآل محمد وسلم وانفعني بها، إنك على كل شيء قدير. إذا قرأت هذا الدعاء وهذه السور يتحقق شرط الاستشفاء بهذه التربة المقدسة. وقد وردت صلاة أيضا في رواية عن جابر الجعفي قال: دخلت على مولانا أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، فشكوت إليه علتين متضادتين، يعني مرضين متضادين بي، إذا داويت أحدهما انتقضت الأخرى، هاجت العلة الثانية، وإذا داويت العلة الأخرى هاجت الأولى. وكان بي وجع الظهر غير العلتين، وجع الظهر ووجع الجوف، جوفه بطنه، فقال لي: عليك بتربة الحسين ابن علي عليه السلام. فقلت: كثيرا ما أستعملها، دائما أستعملها ولا تنجح في. قال جابر: فتبينت في وجه سيدي ومولاي الغضب، الباقر سلام الله عليه بان على وجه الغضب والانزعاج من كلامه، فقلت: يا مولاي أعوذ بالله من سخطك. وقام فدخل الدار وهو مغضب، فأتى بوزن حبة، كما قلنا بوزن حبة حمصة في كفه، فناولني إياها، ناول جابر الجعفي، ثم قال لي: استعمل هذه يا جابر، استعمل هذه الحبة لعلتيك وعلة الظهر والجوف، هذه أربع علل، استعمل هذه يا جابر. فاستعملتها فعوفيت لوقتي. في نفس اللحظة، أي دواء هذا؟ أي علاج هذا؟ أي معجزة هذه؟ مهما وما وصل إليه من الأطباء من العقاقير والأدوية، ربما يعطونك أسبوع أو شهر أو أيام متعددة أو جلسات متعددة حتى يتحقق الشفاء الكامل، أما الشفاء يكون في لحظة واحدة وفي آن واحد، هذا لا يمكن، هذا يستحيل في علم الطب. لكن تربة الحسين صلوات الله عليه تحقق هذا المستحيل، تحقق هذه المعجزة في آن واحد وفي لحظة واحدة، حينما يتناولها الإنسان مستوفي الشرائط، فإنها في لحظة واحدة يتحقق الشفاء التام والعافية الكاملة، كما حدث لجابر الجعفي. يقول: فاستعملتها فعوفيت لوقتي، في نفس اللحظة في نفس الوقت. فقلت: يا مولاي ما هذه التي استعملتها فعوفيت لوقتي؟ قال عليه السلام: هذه التي ذكرت أنها لم تنجح فيك شيئا. فقلت: والله يا مولاي ما كذبت فيها، ولكن قلت لعل عندك علما فأتعلمه منك. أنا ما كذبت، والله كنت أكل هذه التربة لكن لم أحصل على الشفاء، فقلت أتعلم منك فيكون أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فقال عليه السلام لي: إذا أردت أن تأخذ من التربة فتعمد لها آخر الليل وقت السحر، آخر الليل إذا أردت أن تأخذ من تربة قبر الحسين، مو أي وقت، مو صباحا مو نهارا، لا، في آخر ساعات الليل، لاحظ هذه الشروط، فتعمد لها آخر الليل
واغتسل لها بماء القراح والبس أطهر ثيابك وتطيب بسعد، تتزين تلبس ثياب نظيفة جديدة وتنثر السعد عليك، وادخل فقف عند الرأس فصلي 4 ركعات، تقرأ في الأولى الحمد 11 مرة، قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية أي الركعة الثانية الحمد 11 مرة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وتقنت فتقول في قنوتك لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، سبحان الله مالك السماوات وما فيهن وما بينهن، وسبحان الله ذي العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، ثم تركع وتسجد وتصلي 2 ركعتين أخراوين، وتقرأ في الأولى أي الركعة الأولى الحمد 11 مرة، قل هو الله أحد، وفي الثانية أي الركعة الثانية الحمد 11 مرة إذا جاء نصر الله والفتح، وتقنت كما قنت في الأوليين، ثم تسجد سجدة الشكر وتقول 1000 مرة شكرا، ثم تقوم وتتعلق بالتربة، تربة الحسين، تربة القبر، تنكب على تربة قبر الحسين وتقول يا مولاي يا ابن رسول الله إني آخذ من تربتك بإذنك، تستأذنه، اللهم فاجعلها شفاء من كل داء وعزة من كل ذل وأمنا من كل خوف وغنى من كل فقر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وتأخذ بثلاث أصابع المقدار، وتأخذ بثلاث أصابع 3 مرات وتدعها في خرقة نظيفة، حينما تأخذ بثلاثة أصابع، لنفترض هكذا، تأخذ 3 مرات ثم تضعها في خرقة نظيفة أو قارورة الزجاج، وتختمها بخاتم عقيق عليه ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أستغفر الله، فإذا علم الله منك صدق النية لم يصعد معك في 3 قبضات إلا 7 مثاقيل، وترفعها لكل علة فإنها تكون مثل ما رأيت، يعني شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف وحفظا من كل سوء وشفاء من كل ألم ووجع وسقم بهذه الشروط، إذا توفرت وتوفر المشروط وهو الشفاء وتحققت معجزة الشفاء من هذا الداء. وما ورد من القصص في هذا الحديث حول الاستشفاء بتربة الحسين ما لا يحصى وما لا يعد، نذكر شيئا تيمنا من هذه القصص التي وردت، ولكن قبل أن أقول، قد يستخدم شخص
هذه التربة بشرائطها فلا يتحقق الشفاء، وهذا نادرا، ولكن إذا لم يتحقق ربما أنه فاقد شرط من هذه الشرائط. على افتراض أن توفرت هذه الشروط كلها ولم يتحقق، ربما حكمة إلهية أو المصلحة تقتضي ذلك، ولكن على الأغلب أنه إذا توفرت هذه الشروط فإن الشفاء لا محالة قادم، وأن العافية والبر من ذلك المرض وتلك العلة سيتحقق بإذن الله وبهذا الاعتقاد، ولا شك في ذلك بمقدار أنملة أبدا والله. وأنقل لكم بعض القضايا التي حدثت استشفاء في هذه التربة عن الحسين بن محمد الأزدي عن أبيه قال: صليت في جامع المدينة وإلى جانبي رجلان على أحدهما ثياب السفر، فقال أحدهما لصاحبه: يا فلان، أما علمت أن طين قبر الحسين شفاء من كل داء؟ وذلك أنه كان بي وجع الجوف فتعالجت بكل داء فلم أجد فيه عافية، وخفت على نفسي وآيست منها، وكانت عندنا امرأة من أهل الكوفة عجوز كبيرة، فدخلت علي وأنا في أشد ما بي من العلة، فقالت لي: يا سالم، وكان اسم هذا الرجل سالم، ما أرى علتك إلا كل يوم زائدة، كل يوم تزداد هذه العلة. فقلت لها: نعم، وتعالجت بكل علاج ما نفعني، لا طبيب ولا دكتور أبدا، لم ينفعني شيء. فقالت: فهل لك أن أعالجك فتبرأ بإذن الله عز وجل، أعالجك بعلاج تبرأ من هذه العلة؟ هو يائس وفقد الأمل، قنط من الاستشفاء، وكم عندنا من أشخاص هكذا، فعليهم بتربة الحسين، تربة أبي عبد الله. هذه المعجزة على مر الدهور والعصور. فقلت لها: أم ما أنا إلى شيء أحوج مني إلى هذا، يعني إلى هذا العلاج. فسقتني ماء في قدح فسكنت عني العلة، فورا العلة سكنت، الألم راح، الوجع ذهب، المرض شفي، وبرأت حتى كأن لم يكن بي علة قط، كأن ما بي علة، كأن ما بي مرض. فلما كان بعد أشهر دخلت علي العجوز، فقلت لها: بالله عليك يا سلمة، وكان اسمها سلمة، بماذا داويتيني؟ شنو هذا الدواء؟ علميني سر هذا الدواء حتى أنتفع به، كلما مرضت وينتفع به الناس. فقالت: بواحدة مما في هذه السبحة، من سبحة كانت في يدها، هذه واحدة من هذه السبحة. فقلت: وما هذه السبحة؟ فقالت: إنها من طين قبر الحسين عليه السلام. فقلت لها: يا رافضية، داويتيني بطين قبر الحسين؟ هذا لجهله، لو كان معاندا لما استشفي ولما استشفى من هذه العلة بهذه التربة، لكن لأنه جاهل، مخالف جاهل، ورأفة الله ورحمة الحسين التي هي من رحمة الله، فالحسين كالشمس المشرقة تشرق على البر والفاجر، فالله منحه الشفاء بتربة الحسين لجهله، كان مخالفا غير معتقدا ولكن جاهل. فلا فحينما أنكر وجحد وأبغض الحسين وشيعته انقلب الدواء إلى داء. فقلت لها: سالم،
يقول: فقلت لها: يا رافضية، داويتيني بطين قبر الحسين؟ فخرجت من عندي مغضبة أضبانة ورجعت، والله علتي كأشد ما كانت، نفس العلة التي شفيت بها بهذه الحبة من تراب الحسين حينما أنكرت وجحدت حق الحسين وأتباع الحسين، عادت لي العلة كأشد ما كانت، وأنا أقاسي منها الجهد والبلاء، وقد والله خشيت على نفسي. ثم أذن المؤذن فقام يصليان وغاب عني. هذه تربة الحسين التي الحور العين يستهدين إذا أبصرنا بواحد من الأملاك يهبط إلى الأرض لأمر ما، يستهدين منه تربة الحسين، تربة الحسين، يطلبون من هؤلاء الأملاك وهؤلاء الملائكة الذين ينزلون إلى الأرض أن خذوا معكم شيئا من تراب الحسين نتبرك به. حور العين، الملائكة، ونحن لا نعرف عظمة هذه التربة الحسينية. فهذه هي التربة التي جعل الله فيها الشفاء، والشفاء في تربته، وهذه من أعواض الله عز وجل للحسين الشهيد سيد شباب أهل الجنة، أن جعل الله في تربة قبره الشريف شفاء من كل داء. نفعنا الله بهذه التربة ووفقنا الله للحصول عليها والاحتفاظ بها، فإنها أمان كما قال الإمام، أمان من كل خوف ومن كل سلطان ومن كل جائر، حرز. وهي لما أخذت له، فقد وردت رواية عنهم عليهم السلام عن جابر الجعفي يقول: سمعت أبا جعفر يقول: طين قبر الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل خوف، وهو لما أخذ له. أي علة، أي شيء، حتى للعلم أحد العلماء صار مجتهدا ومرجعا بسبب تربة الحسين، أكلها بنية أن يحصل على العلم، وألف موسوعة في الفقه، وانتشر علمه بسبب هذه التربة. لأي حاجة، أحد السادة كان يضع، والخطباء المتفوهين، يضع تربة الحسين في عمامته في خروجه وترحاله، كان يتعرض إلى المخاطر وربما القتل والانفجارات، ولكنه يسلم وغيره يصاب بسبب هذه التربة التي وضعها في عمامته، فكانت حرزا وأمانا له من كل الأخطار ومن كل المصائب، كما قال الإمام سلام الله عليه. نسأل الله أن يوفقنا للانتفاع بها، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.